تواصل في بلدية صبراطة أعمال شفط وتسريح مياه الأمطار في الطرقات العامة والفرعية بالبلدية. هذا وتعمل فرق الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المختصة بالبلدية على متابعة الفيضانات وانسدادات الطرق العامة لمحاولة تسريحها وفتحها أمام المواطنين. انطلقت في بلدية طرابلس المركز حملة تطوعية تحت شعار اجبروا بخاطرهم. الحملة استهدفت الأسر النازحة من مدينة تاورغا الموجودة بمخيم جنزور تحت إشراف المجلس البلدي طرابلس المركز. أقيمت في بلدية غريان ورشة عمل حول فن المناظرة. الورشة حسب المشرفين عليها تضمنت عدة محاور حول التعريف بالمناظرة أساسيتها وشكلها العام تحت إشراف كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة غريان. قام فريق رواد الخير للعمل التطوعي بصنع ممرات مؤقتة بجانب مدرسة الشهداء إغدامس بحي توكاش للمرور عليها، ذلك بسبب تجمع مياه الأمطار أمام مدخل الحي ومدخل المدرسة. هذا وتهدف الحملة إلى تسهيل مرور تلاميذ المدرسة. تتواصل في بلدية شحات حملة صيانة وتنظيف عدد من شوارع البلدية. الحملة حسب المشرفين عليها شملت تنظيف وإزالة المخلفات وأكوام القمامة في الشوارع الرئيسية بالبلدية تحت إشراف المجلس البلدي شحات.